الهدف على اخر تعادل سلبي. عمود كره فيها محاوله لويس سواريز. كل الجماهير من أجل الفرح الكبير هنا ياتي لهم عن طريق لويس سواريز. لويس سواريز صاحب الحلول المستعصية يسجل هدف التقدم ليصنع الفارق لهم. ثم الكرة الماضية أصرت بالقدم اليمنى. هدف لهدف. ثم الكرة الماضية خطأ من المدافع. خطأ من دييغو لوغانو. وصلت الكرة إلى اللاعب بينيتيز. يضع الكرة في الشباك ويعلن التعديل 1-1. 1-1 نفس نتيجة الفريقين.